كانوا كلهم أساتذة، ولكن هذا indicators of lifelong digitalization in a full من خلال الشركاء الروسيين الذين قدموا مداخلات أو سيقدمون مداخلات عديدة كلها تصب في نقطة مهمة جدا، وهي كيفية وكيف يمكن لنا أننا نبحث في سبل ترقية السياحة على مستوى الجزائر من خلال الرقمنة. وهذا مهم جدا، أنه لدينا مناطق سياحية رائعة جدا، مناطق لدينا مدن عديدة جدا يمكن أن نستغلها في تطوير السياحة على مستوى الجزائر. للمرة الثالثة نشارك في فعاليات ملتقيات جامعة قسنطينة. خلال هذه الدورة ندرس ما يعرف بالتبادل السياحي واستكشاف المقومات السياحية للجزائر. لدينا عمل مشترك جديد حول المعسكرات الطلابية المشتركة في مجال التبادل العلمي. حقيقة مثل هذه الملتقيات صراحة لها أهمية لتبادل الأفكار والآراء حول المواضيع الحديثة، خصوصا ما يتعلق بالرقمنة وأهميتها في الحياة ومخاطر الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك.